فضيلة الشيخ، إذا مات رجل وعليه صيام كفارة قتل، وليش؟ عليه صيام كفارة قتل. نعم. هل يصوم جماعة من قرابته أن يتوازعون الصيام بينهم؟ كفارة القتل عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ويلزم من التتابع أن يكون الصائم واحد، لأنه لو صام مثلا 10 أنفار كل واحد 6 أيام ما صام كل واحد شهرين متتابعين. حتى لو فرض أنهم تتابعوا، بمعنى أنه إذا صام واحد 6 أيام بدأ الثاني باليوم السابع، وإذا أكمل 6 أيام بدأ الثالث بالثالث عشر، فإنه لا ينفع، لأن كل واحد منهم لا يصدق عليه أنه صام إيش شهرين متتابعين. بخلاف قضاء رمضان، فإنه إذا مات الميت وعليه أيام من رمضان فلا بأس أن يصومها عنه متعددون، حتى لو صاموا في يوم واحد فلا بأس. نعم. شيخ أحسن الله عليكم، رجل مريض من السكر وعليه كفارة صيام شهرين كفارة قتل خطأ، ولا يستطيع أن يصوم لمرضه. نعم. فماذا عليه؟ إذا كان لا يستطيع أن يصوم فلا شيء عليه، لأن كفارة القتل ليس فيها إلا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين كما في سورة النساء، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وليس فيه إطعام، فإن قدر على الصوم صام وإلا سقط عنه. نعم.